السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسناه هو عن الحال. الحال في اللغة التركية عن ملحق اللي هو ملحقين أراك أراك. طبعا بينما هن ملحقين فنتبع معهم قاعدة الثنائي. قاعدة الثنائي يعني في حال كان آخر حرف صوتي واحد من هدول الأربعة بيكون نستخدم أراك، وفي حال كان آخر حرف صوتي واحد من هدول التحت اللي نحن بنسميه أحرف صوتية خفيفة نستخدم أراك. شو يعني الحال؟ الحال لما بنقول ذهب باكيا، دخل ضاحكا، خرج ناظرا، حالة الإنسان هو عم بيقوم بالفعل، يعني عم بيساوي فعل تاني. يعني مثلا يدرس وهو يسمع موسيقى، هي وهو يسمع موسيقى هي الحال. شو هي حالته وقت عم بيقوم بفعل الدراسة؟ هو عم بيسمع موسيقى، فهي هي الحال. يعني على وزن في اللغة العربية الفصحى، ضاحكا، آكلا، شاربا، نائما. هذا هو الحال في اللغة العربية والتركية. كيف بنشكل الحال في اللغة التركية؟ أول شغلة بنحط الفعل، جذر الفعل طبعا، بعدين بنحط يا إما أراك يا إما أرك. وفي حال انتهى الفعل بحرف صوتي بنستخدم حرف الياء للحماية. مثال عندنا الفعل جول، جول يعني اضحك، فبنقول جولاراك يعني ضاحكا، آلا يراك يعني باكيا، إيتشاراك يعني شاربا. أمثلة مثلا جولاراك جيفاب فيريور، يعني باللغة العربية يعطي جواب ضاحكا، هو عم يضحك يعني. آلا يراك ستو إيتشيور، يشرب الحليب وهو باكيا. استيراك شندان أيرلدو، افترق أو ترك عمله، افترق عن عمله راغبا. طبعا فعل استمك هو أن يطلب أو أن يريد، فهون استيراك راغبا، ترك عمله راغبا. أطور راك درس فيريور، يعطي درسا جالسا. فحالته هو عم بيقوم بالفهم. وطبعا هو في فعلين، الحالة مثلا ما بيعطي جواب، شو هي حالته؟ حالته هو عم بيضحك. قال يراك هو عم بيبكي، استيراك راغبا هو ريد، يعني هو طالب باللغة العامية. وطور راك وهو جالس. طبعا هذا أول استخدام لهي القاعدة. الحال نرجع منكرر، هي إلى ملحقين أراك أراك. إذا كان إخفاء صوتي ثقيل منحط أراك، إذا كان إخفاء صوتي خفيف منحط أراك. القاعدة على الشكل التالي: في فعل زائد بعدين أراك إذا كان حرف صوتي ثقيل، أراك إذا كان حرف صوتي خفيف، جول أراك، آلا يراك مع مراعاة الحرف الصوتي، إذا انتهى الفعل بحرف صوتي بنضع حرف ياء للحماية، آلا يراك، إيتش أراك. الأمثلة: جول أراك جيفاب فيريور، يعطي جوابا ضاحكا وهو ضاحك يعني، آلا يراك ستو إيتشيور، يشرب الحليب باكيا، استياراك إشندان أيرلدو، افترق عن عمله راغبا. أطور راك درس فيريور، يعطي درسا وهو جالس جالسا يعني.